الحمد لله والسلام على مولانا رسول الله سيد وزير العدل المحترم سيد رئيس الأول لمحكمة النقد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيد وكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة سيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير سيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية السادة المدراء ورؤساء الهيئات المحترمون سيد الكاتب العام لوزارة العدل المحترم السادة وكلاء الملك ورؤساء المحاكم السيدات والسادة المدراء المحترمون حضرات السيدات والسادة حضور الكريم إنه من دواعي سروري باش نكون معكم اليوم سيد وزير العدل المحترم للإشراف على انطلاقة مشاريع رقمنة خدمات وزارة العدل وهي المشاريع التي تأتي في إطار البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بتحسين العلاقة للإدارة بالمرتفق وكذا في إطار عمل الحكومة على تعميق رقمنة الإدارة لضمان قرب ونجاعة أكبر للخدمات الإدارية وأود بهذه المناسبة أن أحييكم سيد وزير العدل المحترم على الديناميكية والحركية التي ما فتئتم تبذلونها لتطوير وإصلاح منظومة العدل بلادنا خصوصا في الجانب المتعلق برقمنة المسار المتقاضي سيد وزير العدل هذا الموضوع هذا الرقمنة واخذوا بواحد الأهمية كبيرة وبواحد الجدية كبيرة وتشرف عليه شخصيا وحنا اليوم تنشوفوا النتائج ديال هذا الإشراف وهذه الأهمية كبيرة اللي عاطيها لهذا الموضوع وتنحييه على هذا العمل ديالو حضرات السيدات والسادة إن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وانطلاقا من المهام المنوطة بها حريصة على مواكبة مختلف القطاعات الوزارية بهدف ضمان تحول رقمي أمثل لخدماتها والأولوية ديالنا هي ضمان خدمات عمومية شفافة للمواطنات والمواطنين وتقليص المدة والتعقيدات وبالتالي التكاليف المختلفة عن الإجراءات الإدارية وحتى تحقق هذه الأهداف تحرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على وضع الخبرات ديالها والأطر ديالها رهن إشارة مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية بما يحقق أهداف ورش تحول رقمي ورش يأتي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الله ينصره الذي دعا لاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي يتيحها انتقال رقمي مثلما حتى جلالته على تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم كما تندرج هذه الدينامية الرقمية في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أهمية التحول الرقمي كرافعة حقيقية للتغيير والتنمية حضرات السيدات والسادة إن مشاريع رقمنة خدمات وزارة العدل التي نشهدها اليوم هي فرصة للتذكير بمستوى التعاون والتنسيق الذي يجمع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بوزارة العدل وهو التعاون الذي ترجمته مذكرة التفاهم التي وقعناها في مجال التحول الرقمي بتاريخ 22 يوليو من السنة الماضية والتي تعمل وزارتنا بموجبها على مواكبة وزارة العدل في استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية وتقديم المساعدة التقنية في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية التي تنفذها وزارتكم بالإضافة إلى دعم ومواكبة وزارة العدل في رقمنة المساطر الإدارية طبقا للقانون 55-19 ولعل خصوصية المشاريع التي سيتم إطلاقها اليوم بشكل رسمي تكمن في كونها ترمي لتسهيل الإجراءات الإدارية على المرتفقين الهدف ديال الرقمنة ماشي هو الرقمنة في حد ذاته الهدف ديال الرقمنة هو نعطيو المرتفقين والموظفين حتى هما واحد الطريقة سلسة في الخدمة سريعة بسيطة شفافة واللي تعاونوا ماشي الهدف هو الرقمنة من الهدف هو نسهلوا نبسطوا الولوج الخدمات المرتبطة بالنسبة للمرتفقين كاين عدد من التطبيقات مثلا تطبيق الشكايات التطبيق اللي تيتيح للمرتفقين إيداع الشكايات ديالهم إلكترونيا دون الحاجة للتنقل لعين المكان أو أداء رسوم نقدية وهو بذلك تطبيق يضمن رقمنة كلية لمسار تلقي ومعالجة الشكايات من بدايته إلى نهايته كان أيضا منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين والتي ستمكن من تبادل لا مادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة بما يسرع من عملية التنفيذ التي تعتبر غاية العدالة كان أيضا تطبيق الشباك الوحيد
الذي سيقرب الخدمات القضائية من المرتفقين ويسهل الولوج إليها والاستفادة منها على مدار 24 ساعة، كما سيمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ومحين. تطبيق طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط، والذي سيمكن المستفيدين من إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط بطريقة رقمية عوض الطريقة التقليدية في تقديم طلبات. وما هذه المشاريع والمجهودات إلا ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعطي ورش لإصلاح منظومة العدالة واحد العناية كبيرة، كما أنه تعطي واحد الأهمية كبيرة لتحسين علاقة الإدارة مع المرتفق بصفة عامة. ختاما، لا يفوتني أن أجدد الشكر لكم سيد وزير العدل المحترم على دعوتكم الكريمة للإشراف على انطلاقة مشاريع رقمنة خدمات وزارة العدالة، وأنوه من خلالكم بكافة موظفي وأطر ومسؤولي وزارة العدل على انخراطهم الفعال لتنزيل الرؤية الجديدة للتحول الرقمي بمنظومة العدالة ببلادنا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الله ينسكه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.